السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذة خديجة نائب مدير المبادرات والفعاليات من فريق أجيال المستقبل المسؤولية الاجتماعية. يعني للعمل التطوعي أنه رسالة إنسانية سامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج عطاء. حلقتنا اليوم راح تكون معاكم لدى مجموعة المتطوعين لمنطقة الشارقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. راح نتعرف معاهم على دورهم التطوعي والعمل التطوعي اللي يقدمونه والرسالة التطوعية اللي يقدمونها في هذه الحالة، في هذه الأجواء، في طبعا أجواء كوفيد-19 وما يقدمونها أيضا المتطوعين في طبعا هذه الإجراءات وظل هذه الإجراءات. راح نساهم معاهم في دورهم اليوم في عملهم التطوعي والرسالة المجتمعية اللي يقدمونها في العمل التطوعي، الرسالة السامية لدولة الإمارات وأبناء زايد في المساهمة التطوعية. هذه ما رسمتها دولة الإمارات في نقل الصورة المشرفة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. نتعرف معكم اليوم على فريق أجيال المستقبل ما يقدمونه من عمل تطوعي، خلكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. أستاذة خديجة كيف الحال؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الله يسلمك. يا مرحبا أستاذة خديجة، أنا اليوم سعيد بوجودي معاكم في فريقكم وعملكم التطوعي ومساهمتكم التطوعية. في البداية حابة أتعرف على فريقكم وما يقدم هذا الفريق. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أستاذة خديجة نائب مدير المبادرات والفعاليات من فريق أجيال المستقبل المسؤولية الاجتماعية. نحن الآن متواجدين في مركز واسط الصحي للعمل التطوعي، ودورنا هنا في مركز الواسطة الصحي تنظيم الجمهور وأعمال الإدارية. طيب أستاذة خديجة، يعني أنا حاب ألتحق معاكم في الفريق وأكون أحد المتطوعين المساهمين في هذا الفريق، فشو الإجراءات المتبعة؟ ما عليك، بس تسجل في رابط التسجيل الشارقة التطوعي وتسجل بالموقع، تدخل رقم، ترسل لنا رقم الهوية ورقم التواصل. من يوصل لك رسالة الكود تنضم معنا إن شاء الله في الفريق. طيب كيف إجراءات التسجيل؟ بيكون ترشلك إياها على التليفون رابط التسجيل، وتدخل في الرابط. نعم. تدخل بياناتك اللي هي هوية والرقم الاتصال عن طريق التسجيل في الرابط، وتوصل البيانات وتم التسجيل في التطبيق في الموقع. طيب الدور اللي يقدمونه للمتطوع، كيف تعرفون على الفريق؟ كيف تضمونه لفريقكم؟ نحن عندنا في مبادرات والفعاليات، على حسب المبادرات والفعاليات موجودة عندنا. طيب حاليا ننتظر الرابط لين يوصل، بعدها بعد ما يوصل الرابط تواصل معي الخاص وإن شاء الله ندخلك في الجروب اللي هو جروب مبادرتنا نحن لقاح كوفيد-19، وإن شاء الله من باشر أو اثنين من اليوم تنضم معنا في الفريق وتتطوع ويانا. طيب أنا بعتبر نفسي اليوم واحد من الفريق إن شاء الله، فشو أول إجراء تتخذونه معاي من الناحيات اللي يمكن أنا أتبعها كمتطوع معاكم؟ إن شاء الله. غير بس التسجيل. من التسجيل، غير التسجيل بنعطيك إياها الفيست، تلبس الفيست وتتطوع ويانا، قسم التسجيل بيكون. يعني بعد الفيست يكون خلاص إن أنا متطوع، فتعرفوني على الأول خطوة نساهم فيها اليوم في هذا المكان. أول خطوة ساهم بيكون عندك تسجيل في كشف الأسماء، حاليا عندنا في الخيمة تجلس هناك وتسجل المراجعين بالهويات. تأخذ الهوية وتعطيها للموظفين لما ينادوهم بالاسم. في الخيمة. في الخيمة. طبعا عند هني طبعا عند البوابة تكون إجراءات الدخول هي عبارة عن يعني تسجيل المتطوعين أو أخذ بيانات المتطوعين. نعم، تأخذ بياناتهم. تفضل. السلام عليكم. استاذ عندك المبلغ 85 وتكون دفع بالبطاقه ان شاء الله. تمام، تفضل. طيب بهذه الطريقه استاذه، يعني تكون هي الاجراءات انه خلاص متبعه، بحيث ان انتم عارفين اساسا ان هذه الاجراءات وهذا النظام المتبع، بحيث ان خلاص انتم بلغتوا المرضى ان او المراجعين ان ايوه الاجراءات تكون البطاقه موجوده. نعم. وتكون ويكون مبلغ 85. نعم بالضبط. طيب وبعدها الخطوه اللي بعدها كيف تكون؟ بس يتريون نتيجة الفحص. نتيجة الفحص ياخذ من يوم ونص الى يومين او ثلاثة ايام. في حال اذا كانوا في مسافرين يبون يسافرون، نحن ما ناخذ المسافرين، يتبعون صج عمول، لازم ياخذون من عندهم رابط المسحه ويتبعون الورقه من الرابط. طيب
أستاذة خديجة، التنسيق الفريق كيف يكون؟ توزيع الفريق داخل المركز كيف يكون؟ نوزع الفريق على حسب الأماكن، مثلا في متطوعات عند الباب يستقبلون المراجعين، ومتطوعات عندنا داخل الخيمة يأخذوا منهم الهويات لتسجيل البيانات، وعندك متطوعات في كول سنتر يستقبلون مكالمات على حسب استفسار المراجعين. طيب نتعرف على الفريق أكثر، نتعرف على الخدمات اللي يقدمها الفريق من خلال دخولنا أو التحاقنا إلى هذا العمل التطوعي، مساهمتنا في العمل التطوعي؟ إن شاء الله. تفضلي، توكلنا؟ توكلت. موبايل نمبر 050. السلام عليكم. أعرفك يا أخ محمد على متطوعة مها، دورها هنا بيكون تاخذ الهويات من المراجعين وتسجل بياناتهم وتعطي للموظفين. طيب هنا اتوقع الكمام لازم، اي كمام لازم، ايوه الترازيه بالضبط، فنلبس الكمامات افضل ان شاء الله. تفضل يا استاذ. يعطيك العافيه معنا. الله يعافيك. تفضل اخوي، تفضل. مها انا هني شو اقدر اساعد؟ شو الدور اللي اقدر اسويه؟ اسجل المراجعين. تسجل بيانات المراجعين؟ أيوة. طيب كيف اقدر اسجل انا اذا انا حاليا متطوع ومنضم معكم الفريق، كيف اسجل البيانات؟ كيف اخذ بيانات المراجعين؟ اول شيء اخذ عن الهويه، اتاكد اذا عنده معلومات كافيه، عارف ان في رسوم حاليا، اخذ منه رقم التليفون، اسجل من رقم التليفون واسمه بالكامل في الورقه. هي. بعد ما يستلم طبعا ورقته ويستلم اوراقه خلاص ويخلص، بحيث يتم يعني خلاص توجيهه للمكان اللي يتجه له، بحيث نخلي نقول له استريح تفضل لين ما يجي دوره ينادونه. محمد اتركك مع اخت مها لاجراء تكملون تسجيل، وانا ان شاء الله راح اتابع شغلي خارج. يعطيك العافيه. الله يعافيكم ويعطيكم العافيه. حياك. طيب خديجه، ما زلنا يعني مستكملين في هذه العمليه، انتم كمتطوعين الاجراءات اللي تتخذونها الوقائيه في هذا الجانب، يعني انتم الحين اكيد تتخلطون مع الاشخاص اللي يزورونكم او اللي يسجلون او اللي يتلقون الجرعه او اللي يتلقون الفحص، فكيف تتخذون الاجراءات الوقائيه لنفسكم؟ هو بالأول والأخير لازم نحط الكمامات، نترك مسافة بيننا وبين المراجع، تعقيم بعد ما نأخذ كل هوية طبعاً. مها، قبل شوي انتهينا من الإجراءات اللي كانت في الخيمة، فخبرينا عن هذه الإجراءات، كيف يتم متابعة هذه الإجراءات خطوة بخطوة؟ هو بالأول نحن نسجل المراجعين عندنا، نستلم منهم الهويات، نسجل أرقامهم، معلومات عنهم، وينتظرون الدور لين ما يدورهم ناديهم. طيب مها، يعني اليوم يعني مثل ما نشوف هذه الإجراءات اللي لاحظناها قبل شوي واللي عملنا عليها، من هذه الناحية ومن هذا الموضوع، أنتم كمتطوعين كيف تساهمون أنكم بالفعل يعني توقون نفسكم من الإجراءات الاحترازية، تتخذون هذه الإجراءات الاحترازية؟ لازم نكون تركين مسافة بيننا وبين المراجع، هذا رقم واحد. تعقيم طبعا، نعرف حالته قبل ما يجي، نسأله مثلا عندك أعراض، فاحص من قبل أو أول مرة، من هالناحية. طيب أنتم تعقمون نفسكم الكمامات؟ أكيد، هي أكيد لازم الكمام والتعقيم على طول من بعد ما نستلم الهويات ونسلمها. طيب ما كم صار لك في العمل التطوعي؟ أنا أول مرة لي أشارك، صار لي أسبوع تقريبا في العمل التطوعي. أيوة. طيب الانطباع اللي تشوفينه في العمل التطوعي، شو اللي خلاك يعني تتجهين إلى هذا الاتجاه في العمل التطوعي؟
هو شيء جميل ان نخدم المجتمع، نساهم في تنظيم الموجودين، يعني كان في هالمكان كمراجعين او مكان اخر. طيب وين تشوفين نفسك مها في العمل التطوعي بعد تقريبا 5 سنوات؟ قيادية الفريق تطوعي ونخدم دولة الامارات ان شاء الله. وان شاء الله الله يقدرنا على المسؤوليه يا رب. وانا شاكر لك مها هذا الدور، شاكر لكم هذا المجهود اللي تقدمونه في العمل التطوعي، رسالتكم في العمل التطوعي فعلا فريق مميز ورساله ساميه تقدم في العمل التطوعي. مشكوره، يعطيك العافيه. مشكوره. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عطاء، كنا معاكم مع فريق اجيال المستقبل في نقل هذه الرساله الساميه لدوله الامارات في العمل التطوعي. المساهمات التطوعيه دائما تسهم فيها دوله الامارات، بالفعل هذه الجائحه اثبتت كفاءه ابناء الامارات في جميع المجالات سواء الطبيه او المجالات التطوعيه او غيرها من المجالات، فشفنا هذه الرساله، شفنا هذا النموذج المشرف من ابناء الامارات. نشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.